سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اول حاجه شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم ولي لايك اللي كتخليو ليا. ما تنساوش تزيدوا دعموني بلي لايك ولي كومونتير، سي غراتوي اي او ميم طون سا مي في بليزير. دونك اليوم على فيديو ديال اليوم بديتها بالشقه وتماره. هاد النهار هذا صبحت فيا الحداقه زايده واحد النغزه. دونك صبحت على الماء البيضاء من مور ما فطرت وداكشي كامل. كان عندي واحد الجبل ديال الماء اللي غسلت. ولا بدا بيان سور كيف ما كتشوفوا ليغو مهمين جدا باش كتحافظوا على اليديدات ودوك لي برودوي اللي كنغسلوا بهم، ما كيحرشوش لكم يديكم، الضفيرات تاعهم يبقاو نيكيل، كلشي يبقى مقاد. وهذا ما كان. دونك فوالا، دونك غسلت الموينات ابخي، دونك استفدت داكشي كامل اللي كان خاصني نديرو. المهم عطيتي ديك الروينه اللي كتكون كامله في الدار، حيت هاد الايام ما جاتش عندي السيده اللي كتكون معايا كتعاونني. دونك خليت واحد شويه الروينه تجمعات اكثر من القياس. دونك هاد النهار هذا صبحت فيا الحداقه، قلت غادي نحيد كلشي او ميم طون. عطيتي وحق الله كنكون موتيفي فاش كنصور معاكم، والله الا فاش كنصور او ميم طون كندير الشغل كنكون موتيفي باش انا عاوتاني ندوز لكم ديك لا موتيفاسيون تانتوما تنوضوا الا كانت عندكم شي روينه ولا شي حاجه في شي قنت تقادوها. ايوا هذا ما كان. دونك اون فوا غادي نسالي هاد الروينه ديالي، دونك دوزتها كاي واحد عرش فيف خفيف هكايا على الدار وداكشي، حيت انا ساكنه في زعما الدار ديالي طلع على شارع، دونك ما نقول لكمش الغبره يا سلام. صافي ابخي هنايا كنت كنوجد غديوه، شديت صايبت ريزوتو، شديت بصيله قرتها درتها مع تومه محكوكه و شويه ديال الشامبينيون وشويه ديال الدجاج. المهم هادشي كامل شحرتو، درت بيان سور مليحه البزار، شويه ديال سكينجبير زويته، وصافي كنشحر داكشي مزيان، كنغطيه كنخليه حتى كيدبل، و او ميم طون كنبقى كان مره كنخلط باش ما تلصقش ليا داكشي. واخا صراحه هاد الطنجره هادي صراحه زوينه ديال كيتشنيد، زوينه بزاف ما كتلصق ما حتى شي حاجه، عرفتي فريمون كيعجبني نطيب فيها، سورتو الروز كتخرجو واعر واعر. دونك هنايا اون فوا داكشي ديالي تشحر مزيان، دونك غادي نزيد الكميه ديالي ديال الروز. انا هنا استعملت داك لوغي ديال سيغالا، لوغي لون ماشي لون 2000 كيكون هو قصير و عرفتي كيجي زوين، كتجي فيه واحد التعليكه واعره. دونك زدت الروز ديالي من بعد ما غسلته مزيان، حيدت منو داك النشا الزائد وداكشي، صافي حطيته هنايا وغادي نزيد عليه الكميه ديال الماء اللي غادي يطيب فيها وغادي نغطيه. صافي كنخليه حتى كيطيب على خاطرو. صراحه عرفتي فريمون واحد الاكله كتجي بنينه بزاف ودغيا كتوجد، وداك الروز كيجي معلك. بيان سور نتوما تقدروا هكا تزيدوا معايا الا بغيتوا خضيره ولا شي حاجه، انا صراحه كل مره وشنو المهم اليوم الشهوه كانت عندي ندير فيه شامبينيون، دجاج وشامبينيون. تجربوه وردوا عليا في لي كومونتير، قولوا ليا كي جاكم. اي كيف ما قلت لكم اليوم كانت الحداقه زايده نغزه، صايبت حتى واحد الكيك اللي جا غزال 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 بزاف، بارطاجيت التصويره ديالو معكم في انستغرام. عرفتي كلشي كيسولني على لا غوسيت وهي لا غوسيت. دونك خديت جوج ديال البيضات، درت واحد الرشيشه ديال الملحه، صاشي واحد ديال لافاني، وكاس كاس ديال السكر. انا هنايا استعملت لو سكر دو كوكو، السكر ديال الكوكو. الا ما كانش عندكم تقدروا تستعملوا السكر العادي، مي هذا عطيه فريمون فيه واحد البنه زوينه. انا كنبارطاجي معكم الباكيه ديالو، راه موجود كاين في دي اس كونسيبت ستور، و او ميم طون هو صحي، تقدروا تستعملوه في بزاف ديال لي غوسيت. وحتى هذاك اللون ديالو البني عطيك فريمون كتجي واحد الطيبه زوينه في الكيك ولا في اي حاجه كتستعملوها فيه. دونك كنطربوا هادشي مزيان 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 بالخلاط حتى كيولي هكايا شويه فاتح اللون ديالو. ابخي غادي نزيد عليه داك كريم ديسير، دونك دانيت ولا اي حاجه عندكم نتوما في الدار. انا هنايا درت ديال لافاني، ما تقدروا ديروا حتى ديال الكراميل الا كان عندكم، مي ديال لافاني احسن. صافي وغادي نزيد نخلط مزيان هادشي، وغادي نزيد عليه واحد جوج معلقات كبار ديال الزبده. من الاحسن تكون الزبده ديجا خرجتوها قبل باش تكون واخده ديك حراره المطبخ، تكون المطبخ تكون دايبه شويه، ماشي بحالي انا صراحه ما خرجتهاش بكري. مي بون، دونك كديروا جوج معلقات ديال الزبده وكتزيدوا تخلطوا مزيان بالتراب ديالكم.
انسويت مشيت كنوجد الشوكولا ديالي دونك خديت هنايا هاد لا طابليت ديال الشوكولا نوار تقدروا تستعملوا اي مارك زعما ماشي ولا بدا شي حاجه بريسيز وكنقطعها بحال هكايا بالموس باش كيجي دوك الطريفات بحال لا مهر مشين عتيه فريمون كيجيو زوينين هكايا في الكيك دونك غادي نقطعو وغادي نزيدهم على لو ميلونج ديالي وغادي نخلط هنايا اونتخطون انا كنت ديجا درت الطحين سمحوا لي كان كيحسب لي راني ديجا كنصور دونك درت جوج كيسان ونص ديال الطحين وبيان سور على حساب على حساب هذا داك النص كاس ما تزيدوش من الاول على حساب لو ميلونج ديالكم كل واحد واش الطحين كيشرب ولا لا ديروا نتوما جوج الكيسان وديك الساعات عاد الا كان مازال خاص زيدوا رانا نوريتكم لا تيكستور ديال الكيك خاصها تكون ما تقيلاش بزاف وما خفيفاش دونك صافي اون فوا زدت هذاك هذاك الشوكولا غادي نخلط لو ميلونج ديالي كامل باش باش كيتابسورب معاه كيتميلونج مزيان وغادي نزيد واحد ساشي ديال الخميره عندك كنت نساوها حيت انا كنت غادي نساها هنايا داكشي علاش يلاه زدت دابا دونك ساشي واحد ديال الخميره غادي نزيدوه وغادي نعاود نخلطو عاوتاني لو ميلونج ديالنا كامل هاد الوقيته هادي خاصكم تكونوا شعلتوا الفران يسخن وخديت دونك لو مول ديالي دهنتو بزبيده انا اختاريت هاد المول هذا مدور صراحه كيعجبني ديما هو اللي كندير فيه لي كيك وخديت جوج بعودات اللي نقيتهم وقطعتهم هكايا طريفات صغيورين مربعات صغيورين باش غادي نديرهم ابخي مع داك الكيك فاش غادي نحطو في لو مول هنايا عاوتاني زدت شويه ديال الشوكولا باش نزيدو من الفوق صافي وغادي ناخذ ديك لاباط ديالي غادي نديرها غادي نديرها في لو مول وغادي نبقى نحرك هكا المول المهم باش تبقى لاباط مسطحه زعما باش يجي داكشي اوموجين ماشي جهه نازله جهه طالعه فوالا وهاي لا تيكستور ديال العجينه ديالكم كيفاش خصها تكون دونك فوالا ابخي غادي نبدا نحط دوك الطريفات ديال البعويد كامل غادي نلوحهم من فوق من فوق الكيكه وغادي نبقى ندير بالمعلقه باش بحال قلتو غير كنخلط واحد شويه ماشي بزاف بحال قلتو غير باش نغرق دوك الطريفات ديال البعويد وابخي غادي نزيد حتى الشوكولا حتى هو وغادي نعاود ندير اللعيبه نفس اللعيبه بالمعلقه باش ما يبقاش داكشي من الفوق ويتحرق ليا عرفتي فريمون كتجي واعره واعره بزاف وكتجي خفيفه وهاد اصلا هاد لو ميلونج ديال البعويد مع الشوكولا كيجي زوين بزاف فريمون خاصكم تجربوها وتردوا عليا غادي تكون من احسن الكيكات اللي جربتو في حياتكم الا كان كيعجبكم البعويد والشوكولا فوالا دونك صافي ابري غادي نخشيها دابا في الفران كيف ما قلت لكم الفران كتكونوا ديجا شاعلينو صافي غادي نخليها لو طون اللي غادي طيب بقاو طلعوا عليها راه دغيا كطيب صراحه انا ما حسبتش اكزاكتومون الوقت مي بقيت كنطلع عليها شوفوا كي كتجي عتي في المهم تحمرات وجات واعره ولات كتبان بحال شي كوكيزه كبيره انتما شوفوا انا كنقطعها بالموس وشوفوا كيفاش فريمون الموس كيغرق جات خفيفه 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 بزاف وهذاك شي فوندون عتي فريمون جات واعره عتي شحال غنبقى نقول لكم جات واعره جات واعره جات واعره خاصكم فريمون تذوقوها باش تفهموا دو كوا جو بار وفوالا دوك الطريفات هما كيفاش كيبانوا ديال البعويد كيطيبوا كيوليو رطيطين وكيزيدوا يهبطوا لداخل في الكيك دوك فوالا تجربوها وردوا عليا هاي لي زامي صافا لاباس عليكم كي دايرين كلشي مزيان شحال هادي ما هضرت معكم هكا فيس تو فيس بعدا جيسبيغ لا فيديو تكون عجبتكم درت هاد لا فيديو هكايا بغيت نهضر معكم نيشان باش نعطيكم واحد لو بون بلان و اون ميم طون بارطاجي معكم ليكسبيريونس و يعني فهمتي جو بونس كو هكايا غادي تحسوا بيا اكثر دايوغ باي ذا واي قولوا لي واش فو بريفيري هكايا لي فلوغ ولا لي فيديو نكون كنهضر فيهم هكا
ولا بحال اللي كندير تكون لا فوا اوف. دونك قولوا لي نتوما شنو اللي كيعجبكم اكثر. اي سينو شنو اللي بغيت نهضر لكم عليه، سي واحد الموضوع مهم جدا واللي غادي ينفعكم بزاف. ديما كنلقاها كاين في لي كومونتير كتسولوني دنيا كيفاش نكونوا يعني مستقلين ماديا، دنيا كيفاش نبداو البروجي ديالنا، كيفاش نقدروا نديروا ان بروجي يعني من نبداو زعما من الصفر. وهادي يلفو سافور كو انا بعدا الناس اللي متبعيني شحال هادي غيكونوا عارفين هاد القضيه هادي. فاش كنت ياما فاش كنت كنقرا انا مازال كنقرا او ميم طون كنت مقيده هكايا في دي كتعرفوا دوك الشركات هكايا اللي كتبقاو كيكون عندكم ان كاتالوج وكتبيعوا لي برودوي وداكشي. اي هكا كنت كندير لارجون دو بوست ديالي. دونك ما كانش كيعجبني نبقى اشاك فوا زعما نقول لي بارون ديالي عطوني الفلوس خصني هادي بغيت نشري هادي بغيت نشري هادي. دونك لقيت بان هذاك هو زعما هو هي لا سوليوشن انني منها نكون زعما انديبوندونت يعني مستقله ماديا يعني عندي فلوسي، و اون ميم طون كتزيدني حتى في ليكسبيريونس و كتعلمك بزاف ديال الحوايج، كتعلمك تعتمدي على راسك. المهم بزاف ديال الحوايج زعما عندها صراحه بزاف ديال لي زافونتاج. وكنعقل كنت ديما 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 المهم الكتالوج ديالي كنوريه لصحاباتي كنوريه حتى لي بروف ديالي. واحد البروف كانت كتقريني الكونطابيليتي كانت ديما كتكوموندي من عندي، كانوا كيعجبوها هكايا ديما كتكوموندي دي تروك ديال المكياج لي سوان وداكشي. المهم ما كنت كنخلي حتى شي واحد صراحه زعما فريمون ديك التجربه نفعتني بزاف بزاف بزاف. كوسو سوا زعما في انا في شخصيتي يعني فهمتي تعلمت بزاف ديال الحوايج، ولا كوتي مادي يعني من تماك يعني بديت كنتعلم انني نولي انديبوندونت، انني نجمع فلوسي، انني بغيت نشري شي حاجه خاصني نخدم باش 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 ناخذها باش نشريها. دونك دوكو هادشي اللي قلت لكم هاد المقدمه هادي كامله باش نوريكم يعني كيفاش نتوما تقدروا ديروا نفس الشيء. بغيت نبارطاجي معكم واحد لو جروب ديال واحد السيدات يعني اللي غادي يعاونوكم حتى نتوما باش هكايا باش تبداو خدمه وخدمه من الدار، ماشي ولا بدا تخرجوا ماشي ولا بدا تمشيو واصلا مهم زعما هذا الشيء اللي كنت كنقول لكم انا راه شحال هادي مي دابا ولا كلشي في التليفون، وليتي كدير كلشي في التليفون يعني ماشي تبقى هاز الكتالوج ديالك وتمشي للدور. وهادي بقاو حتى في صندوق الوصف لو ليان ديريكت ديال لو جروب واتساب اللي تقدروا تدخلوا فيه غتكليكيو عليه وغادي تدخلوا وهما غادي يشرحوا لكم كلشي دو ا زد، وغادي يعني يعطيوكم كاع لي زيتاب اللي تبعوا. وهادي راه زعما خدمه رسميه يعني خاصكم يكون عندكم ورق، خاصكم تكون عندكم لا كارت ناسيونال وداكشي. الفو سافور كو هاد السيدات هادو مع الشركه ديال اوريفلام فريمون زعما كيحققوا ارباح كبيره بزاف. انا غنحط لكم هنايا لي سكرين ديال لي فيرمون باش تعرفوا بان زعما هاد الشيء راه صحيح يعني ماشي كيتفلا ولا شي حاجه. الفيرمون كيوصلك كل شهر ولا المهم على حسب انت الخدمه ديالك. المهم هما غادي يشرحوا لك هاد الشيء كيشرحوا لكم زعما هاد الشيء كامل اون ديتاي احسن مني حيت هما اللي في الدومين دابا وعارفين زعما شنو الجديد وشنو شنو لي زافونتاج اللي ولا وداكشي اللي قالوا لي كوم كوا زعما من غير الخدمه والارباح ديال الخدمه اللي كتوصلكم كاين بزاف ديال لي زافونتاج وحده اخرين منهم دي فواياج منهم دي كادو مهم بزاف بزاف بزاف. ما عليناش انا غنخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال واتساب دخلوا له وهما راه غادي يشرحوا لكم كل شيء. راهم زعما ظريفه الله يعمرها دار كيعطيوكم وقت وكيشرحوا لكم كل شيء دو ا زد وكيأسيستيوكم كيبقاو متبعينكم يعني حتى كتوصلوا زعما لوبجيكتيف ديالكم يعني حتى كتوصلوا لوبجيكتيف ديالكم اللي بغيتو. وهذا ما كان دونك جيسبر بروفيتيو من هاد القضيه هادي. انا جو سي كو بزاف حيت بارطاجيت معكم هاد لو بون بلون هذا في انستغرام وجو سي كو بزاف ديال البنات دخلوا وتقيدوا راهم دابا فهمتي بداو الخدمه ديالهم وبداو كيحققوا الارباح ديالهم. دونك جيسبر حتى نتوما فوالا تبروفيتي ولا كنتي جالسه ماشي ولا بدا تكوني جالسه في الدار مي حتى الا كنتي خدامه بغيتي ديري مدخول واحد اخر دو كوتي سي بوسيبل. المهم الشرط الوحيد هو انك تكون عندك لاكارت ناسيونال باش يقادو لك الاوراق ديالك. وهذا ما كان دونك فوالا نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ديال اليوم. ما تنساوش تخليو ليا لي لايك ديالكم ولي كومونتير وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الماجيه. باي.